بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير وبركة. نرحب بحضرتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان، مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تتواصل انطلاقات هذا المهرجان مع تحديات سن الحيل والزمول من مسافة 8 كيلومترات. على بركة الله ينطلق شوطنا الثامن الخاص للزمول، ونسير بحضرتكم إلى أول المراكز. نتابع مقدمة هذا الشوط ومن يحتل المركز الأول. نتابع على أول المراكز مغير لهجنة العاصفة مع غياث الهلالي بالمتابعة والتضمير، بينما المركز الثاني ثاني المراكز الفارس لهجنة الشحانية مع شبل جابر بن سالم بن فاران المري يتواجد مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز من الجانب الاخر وصل شعار هجن الرئاسه بتقدم هذا الاسم المميز. يتقدم مشاهدي الاعزاء مع انطلاقه ومتابعه جزيل في ثالث المراكز بقياده المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الرابع وصل مشغل لهجن الشحانيه مع عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما خامس المراكز وخامس التحديات الزئبق لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لمراكزنا الخمس الأولى مع نيدان الأول، ونعود إلى أول المراكز. نتحول مع البداية، الفارس هو فارس الميدان لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقود هذه الأسماء بالانطلاق الرائع وبالتحدي الجميل، بينما المركز الثاني مشغل لهجن الشحانية بتواجد العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. يصل شعار هجن العاصفة في ثالث المراكز بتقدم مغير في المركز الثالث لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما رابع المراكز يأتي الزئبق لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، بينما خامس المراكز في ختام نيدان الثاني وصل في هذه اللحظات هملول لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين بالمتابعة والتضمير في خامس المراكز. هكذا مشاهدي الاعزاء النتيجة للمراكز الخمسة الأولى مع مسافة 8 كيلومترات. رحلة الكبار والرقص مع الكبار، شعارات يا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تنطلق هنا في ميدان التحدي في هذه المنافسات الشيقة والتحديات الجميلة. نعود إلى المركز الأول، الفارس لا زال على الصدارة، الفارس لا زال منطلق في مقدمة هذا الشوط لهجنة الشحانية بتواجد شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر. نتابع مشاهدي الأعزاء ثلاثة مراكز في موقع واحد بقيادة هنا الفارس، وهنا أيضا مع ثاني المراكز مغير لهجنة العاصفة، بينما المركز الثالث نتابع مشغل لهجنة الشحانية بتواجد عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما رابع المراكز يأتي في هذه اللحظات الزئبق لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما خامس المراكز وخامس المنطلقين في هذا الشوط هملول لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمير بالمتابعة والتضمير. هكذا مشاهدي الأعزاء النتيجة للمراكز الخمس الأولى، أسماء مميزة منطلقة مع دائرة النداء، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، الفارس وهو فارس حتى هذه اللحظة، الفارس لهجنة الشحانية ولكن مشغل، يا شغلتكم المشغل القادم مع ثاني المراكز بشعار هجنة الشحانية بتواجد عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، وهنا ايضا الفارس بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث هذا هو مغير لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وغياث الهلالي بالمتابعة والتضمير، بينما المركز الرابع نتابع الزئبق لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما خامس المراكز يأتي في هذه اللحظات هملول
لسمو الشيخ ذياب بن سيف عن هيان والصادق فضل الأمين بالمتابعة والتضمير. هكذا مشاهدي الأعزاء النتيجة للمراكز الخمس الأولى مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات انقضت من عمره هذا الشوط، يتبقى 4 كيلومترات أخرى عن منافسة شيقة في هذا الشوط المثير. ولكن هنا مشاهدي الأعزاء الفارس لا زال على المركز الأول الفارس، وهنا من الجانب الآخر نتابع مغير ونتابع أيضا مشغل في موقع واحد في معركة طاحنة عن اختطاف هذا الناموس المميز في هذه المشاركة الرائعة. نتابع الفارس بقيادة شبل المضمرين جابر بن سالم بن فراد المري بشعار هجنة الشحانية، وهنا أيضا التقدم من مغير بدأ يغير في هذه اللحظات الأول المراكز لهجنة العاصفة وغياث الهلالي بالمتابعة والتضمير، بينما ثالث المراكز المركز الثالث مشغل لهجنة الشحانية مع عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما رابع المركز الرابع وصل في هذه اللحظات الزئبق لهجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الخامس هذا هو مشهد العزاء هملول لسمو الشيخ ذياب بن سيف عن هيان، لم يتغير شيء على المراكز الخمس الأولى، لم يتغير شيء وأي جديد في هذا الشوط. ولكن هنا نتابع القادم في سادس المراكز، شعار هجنة الشحنية تقدم في هذه اللحظة بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وصل حوت المضمرين مع مساهم ليساهم مع المراكز الخمسة الأولى. ولكن نعود إلى البداية حتى هذه اللحظات مع الفارس لا زال مسيطر مع الكادر الأول، نتابع عبر قناة الريان مسيطر على هذا الشوط بقيادة شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري بشعار هجنة الشحانية، الشعار اللي أدعم المدعم بالسبق وبالأصائل. يأتي هنا الفارس في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مغير لهجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي يشارك وينطلق في ثاني المراكز بتواجد مغير، بينما المركز الثالث هذا هو مشغل بشعار هجنة الشحانية والمضمر والمتابع عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والقادم مع رابع المراكز هذا هو مشهد الحزاء هنا الزئبق لهجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما خامس المراكز وصل مشهد الحزاء في هذا التحدي هملول لسمو الشيخ ذياب بن سيف عن هيان والصادق فضل الأمين بالمتابعة والتضمير. هكذا مشهد الحزاء النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، بدينا نقترب من المنحنى الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط نهاية بانتظار الفائز بالمركز الأول. الفارس لا زال على المركز الأول، الفارس لا زال على الصدارة، يقود هذه الأسماء خير قيادة وانطلاقة رائعة. يا سلام يا الشبل، جابر بن سالم بن فران المري بالمتابعة يقدم لنا هذا الأداء المميز مع الفارس بشعار هجن الشحنية. ولكن وصل مغير لهجن العاصفة غياث الهلالي، وصل مع ثاني المراكز ليقدم لنا مغير، ولكن وصل الفار هنا ايضا مشهد الحزة مشغل لهجنة الشحانية العملاق قائد الجزر سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما خامس المركز الرابع هذا هو مشهد الحزة الزئبق لهجنة العاصفة مع غياث الهلالي، 4 مراكز في موقع واحد. ولكن وصلت الاسماء، وصل شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف عن هيان مع هملول والصادق فضل الامين بالمتابعة والتضمير. هكذا مشهد الأعزاء النداء الأخير لمراكزنا الخمس الأولى، بدينا نقترب من لوحة 2 كيلومترات عن خط نهاية وعن كلمة الناموس في هذا الشوط. السيارة بالانتظار، شفرليت تاهو ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نعود بحضراتكم إلى مغير غارة على الصدارة، بدأ يشن الغارة وينطلق مع لائحة 2 كيلومترات. يا غياث الهلالي ركز مع مغير بشعار هجن العاصفة المسيطر في هذه اللحظات الأول المراكز. ولكن المركز الثاني يأتي في هذه اللحظة، يتأتي المساندة من الزئبق لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، وهنا أيضا من الجانب الآخر يأتي مشهد الأعزاء ويتقدم في مشغل لهجن الشحانية بتواجد قائد الجزر سلطان
بمحمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع وصل الفارس لهجنة الشحنية مع شبل المضمرين، ولكن الدخول في هذه اللحظة وصل مساهم لهجنة الشحنية يصل لأول نداء في هذا التحدي بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، ولكن مغير حتى هذه اللحظات صاحب المركز الأول، صاحب كلمة الناموس بشعار هجنة العاصفة مع غياث الهلالي. يا سلام يا غياث الهلالي مع الأمتار الأخيرة. هذا هو مشاهدين الأعزاء، مغير يحلق على أرضية ميدان التحدي بالانطلاق الرائع وبالأداء الممتاز. هذا هو مغير مشاهدين الأعزاء، بدأ ينفرد عن بقية المراكز بتواجده على الصدارة، ولكن مساهم خطير في هذا الشوط لهجنة الشحنية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن الله يهملول هملول سمو الشيخ ذياب بن سيفان هيان والمضمر الصادق فضل الأمين القادم في هذه اللحظات مع ثلاث المراكز، بينما المركز الرابع الزئبق لهجنة العاصفة مع غياث الهلالي، وهنا شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل هيان مع الواري لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل هيان واحمد بن خلفاء بالصايغ المزروعي. ولكن مشاهدينا الاعزاء نعود الى مغير يا سلام، مغير اللحظات الاخيره، مغير مشاهدينا الاعزاء، مغير على الصداره، ولكن وصل شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب محمد بن زايد النهيان مع مياس ومحفوظ بن خميس الجنيبي. وهنا يا سلام الله يا الاسم القادم، وصل الشعار التراثي شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة احمد بن خلفاء بالصايغ المزروع يقتحم المراكز. وهنا ايضا القادم الله القادم عنيد بشعار هجن الرياسة مع الفيلسوف احمد بن مطر بن ماجد الخيالي، ولكن خلاص مياس مشاهدين الاعزاء، مياس الله يا مياس على الصدارة، مياس بشعار العيناوي، الشعار العيناوي يتقدم في المركز الأول. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان على فوز مياس بالمركز الأول. التهنية إلى المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي من تابع في عملية التضمير المركز الثاني. وصل في مشاهدي الأعزاء عنيد لهجنة الرياسة المركز الثالث، حل في مشاهدينا الأعزاء الزئبق لهجنة العاصفة، بينما المركز الرابع مساهم لهجنة الشحنية المركز الخامس. وصل في مشاهدي الأعزاء مغير لهجن العاصفة، تهانينا وناموس لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان على فوز مياس بالمركز الأول واختطافه لناموس هذا الشوط. 13 دقيقة 3 ثواني و3 أجزاء من الثاني هو توقيت مياه صاحب المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا وناموس للمضمر محفوظ بالخميس الجنيبي، بينما المركز الثاني أتى فيه مشاهدي الأعزاء عنيد لهجنة الرياسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيت الزامن 13 دقيقة 4 ثواني 4 أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس، بينما المركز الثالث الزئبق لهجنة العاصفة مع غياث الهلالي، والتوقيت الزامن 13 دقيقة 4 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا ناموس لهجنة العاصفة، والتهنئة للمضمر غياث.